ايه خليك اسمه وسخ قاعدش سيبون. على بركة الله متابعي قناة شوف تيفي، حبيكم معنا في هذا البث المباشر، أحد الدوائر التابعة لإقليم تازة. متابعي الكرام، كما كتشاهدوا ما كنتواجدوش على ضفاف أبي رقراق أو على ضفة أخرى أو منظر جميل، أو لكن كنتواجدوا في واحد الواد اللي أولا كاين مجموعة من الأمور هنايا في هذه المنطقة اللي شادي نقول لكم غتشوفوا أمور صادمة. متابعي قناة شوف تيفي، هنا واد الحار، واد الحار كيقطع منطقة أو جماعة باب مرزوقة على على العالم الحضري. ملي كتطيح الشتا الواد الحار منه كيقطعوا في المدرسة، كما قلنا ديك النهار. جينا ديك النهار على أساس بأننا عطينا واحد الرسالة كقناة شوف تي في لمسؤولي جماعة باب مرزوقة، وعطينا واحد الرسالة لهاد الناس ديال باب مرزوقة. لقينا الساكنة كتعاني، لقينا الساكنة كتشكي، لقينا الساكنة كتبكي. لكن الغريب في الأمر يمكن المسؤول غير المسؤول، أو أصبح المسؤول غير المسؤول، أو المباشر ديال قناة شوف تي في أو فيديوهات شوف تي في يمكن راه عند المسؤول غير كتصفحها، ما كياخدش منها العبرة أو الدرس. حنا دابا رجعنا لجماعه باب مرزوقه متابعي قناه شوف تي في. الغريب في الامر والصدمه الجديده، فبعد ما هذا الواد هذا واد بخرار كما كنقولوا، او الواد الحار او واد الفضلات او 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 او, أو فيه شتى انواع الميكروبات. الى حللنا هذا الواد لقاو فيه 80 ميكروب ولا 90 ميكروب او طفيليات او مجموعه من الامور. والسؤال الثاني، ذاك القنطره اللي قالك تشيدت هاد القنطرة هادي متابعي قناة شوف تي في، انها تشيدت باش الناس يقطعوا، لكن قنطرة جلست غير واحد المدة معينة وهزت حوايجها ومشات خلات غير السطح ديالها، ولأن الرجلين داتهم معها. فأين مسؤول هذه المنطقة أولا؟ ثانيا، علاش أنا أبناء المدرسة قلنا سيدي يمشيوا على رجليهم معليش، ولكن على الأقل ديروا لهم غير واحد القنطرة من اللي يدوزوا متابعي قناة شوف تي في، حتى القنطرة ما نديروها لهمش. فهذا ميساج لمسؤولي باب مرزوقة، أقدم القيادات وأقدم الجماعات وأقدم الدوائر بإقليم تازة. لكن الطمة الكبرى متابعي قناة شوف تي في أن حتى هاد الواد عيقوا عليه، هاد الناس هذا، هاد الواد من واد ضايع وواد ما صالح حتى شي حاجة، نزيد نسقي منه باش الناس تاكل متابعي قناة شوف تي في. فالامور اللي غتشوفوا دابا صادمة، والامور اللي غتشوفوا دابا غريبة متابعي قناة شوف تي في، غادي تتبعوني. جينا واحد النهار ودرنا واحد البث مباشر هنايا باش نهضروا على هاد تصورني انا، صور الواد ما انا راني نقي، تصورني انا شاد شي ما خصوش يتصور هاد الشيء. هذا واد فيه تقريبا شي 90 طفيلي ولا شي 100 ميكروب متابعي قناة شوف تي في. هاد القنطرة هادي هانتوما غريبة، لكن الطامة الكبرى متابعي قناة شوف تي في، الطامة الكبرى متابعي القناة هانتوما تشوفوا. هذا واد، هادو طفيليات، عين اسمح لي، هادو طفيليات، شوف شنو هادشي، هانتوما فريمو طلعت لكم قلبكم فريمو، تقولوا شوف عبد الله فيه كيقيس فريمو 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 فريمو. لكن الطمة الكبرى تبعوني تشوفوا بأن هاد الواد راه منو كناكلو حنا الخضر، ومنو كتوصلنا مجموعة من الأمور. متابعي القناة تبعوني، هاد الواد متبع القناة شوف تي في، هنا كتسقى الخضر، عندك الكاميرا ما طحنا في الواد عاوتاني،
امر غريب متابعي قناه شوف تي في، امر غريب وامر صادم. جميع انواع الميكروبات هنا احنا كندوزو منها. هنا غادي تشوفوا متابعي قناه شوف تي في، اسمح لي، هنا غادي تشوفوا هذه الباربه ولا كي كيقولوا لها، هانتوما هنا كتغسل الباربه، هذه الباربه كتغسل هنايا. لكن الامر الصادم اللي جبتكم عليه، يلا نعاودوا نرجعوا. الامر الصادم اللي جينا على ودو وعندك طيح، فعيب وعار قنطره طايحه هذه مده سنوات وما تصوبش، خطا رقم واحد. وعيب وعار ان الامر الصادم متابعي قناه شوف تي في، كاميرا مان رياضي سبوت لايك، ان الامر الصادم متابعي قناه شوف تي في ان هذا الواد منه كياكلوا الناس متابعي القناه. زيد شويه باش ها انتم متابعي قناه شوف تي في. فعلى مسؤولي جماعه باب مرزوقه خصهم يديروا قنطره هنايا لهاد الساكنه لفك العزله. على مسؤولي باب قنطره باب مرزوقه خصهم يحولوا هاد واد الحار ما يمشيش منه الناس. وعلى مسؤولي ها انتم كتشوف الى شفنا الامر الصادم، الامر الصادم متابعي قناه شوف تي في، الى تبعنا هاد السيو هذا ماشي يكون شي كلب ولا ما تخافش غيست. الى تبعنا هاد التيو هذا ارا فهمتوا ما فيك اخرجوا متابعي قناه شوف تي في. صافي غير عيني في السياره. فمنظر جميل ورائع. امر غريب، امر قبيح متابعي قناه شوف تي في. فمتابعي القناه كما شفتوا هذا واد كيديك لهاد كيقدو منه الناس الخضر ديالهم وكيقدو منو الناس الامور ديالهم متابعي قناه شوف تي في. فنتمناو الخير من عند الله ونتمناو العافيه والسلامه للجميع. اللي في ذاك الارض الفلاحيه كما شفتوا متابعي قناه شوف تي في، هذا الواد كتسقى منه الخضروات هنايا وكتسقى منه هذه الامور هنايا متابعي قناه شوف تي في. ويا حسره يا حسره. هانتوما متابعي القناة، هذا نموذج حي. متابعي القناة شوف تي في.
عندها شحال متابعي قناه شوف تي في. كما شفتوا الواد دايس ذاك المكان ديال الخضر، فالله يرفعنا ربي هذا الوباء وهذا البلاء. نتمنى ان شاء الله التفاته لهذا المنطقه اللي القنطره ما فيهاش، زائد الواد اللي فيها كياكلوا منه الناس، واغلبيه ديال الخضر فهو كتوجه الاقليم تازا. فنتمنى الخير عند الله متابعي قناه شوف تي في. أستودعكم الله وإلى اللقاء.